انصار لانصار الحيصة تلعب مقوصة في اتجاه مساحة العمليات لابعاد من طرف محمد ابرون. صراع كبير هناك، ارتباك واضح، فرصة جول لعبها خارج الميدان، وبالفعل تأتي الإجابة بالشكل السريع. ردة فعل كانت من أبرهون، ارتباك واضح في مساحة العمليات، يستغل الخطأ والعفو بالطريقة الجيدة، والكرة أكيد في اتجاه شباك الحارس محمد اليوسفي حارس مرمى فريق المغرب التطواني. هدف دون مقابل، هدف دون مقابل، كيف سيكون السيناريو بعد هذا الخطأ اللي منح أكيد الهدف؟